مساء الخير. النهارده هنبتدي ريدنج جديده من الفيكسد انكم، وهي اندرستاندينج فيكسد انكم ريسك اند ريتيرن، من برنامج سي اف اي بالعربي ليفل 1. سي اف اي بالعربي هو فيديو سيريز بيكفر سي اف اي كريكلم سبونسرد من سي اف اي سوسايتي. النهارده بقى المفروض هنتكلم على ريدنج 53 اللي هو فيكسد انكم ريسك اند ريتيرن. اول بيج المفروض هو بيكلمني على concept اسمه three sources of return from investing in a fixed rate bonds. ايه بقى القصة دي؟ وهنا بيقول لك عامة ان انت لما بتروح تستثمر فلوسك في سندات بيطلع لك منها three sources of return. ايه three sources of return اللي ممكن يطلع لك من bond؟ اي حد فينا هيروح يستثمر فلوسه في سندات هيخش له تقدر تقول اربع انواع من الريتيرن. نمبر 1 حاجه اسمها الكوبون بيمنتس، الكوبونات اللي بتتوزع عليك كل سنه. بس من الطبيعي اي راشنال انفستور، من الطبيعي لما بياخد الكوبون ده من الطبيعي ان هو ياخد الكوبون ده ويعمل له عدد استثمار. فلما يعمل له عدد استثمار هيطلع حاجه اسمها ري انفستمنت انكم. يبقى انت تقدر تقول انك اول خير ممكن يخش لك من البوند كوبونات، تاني خير ممكن يخش لك ري انفستمنت انكم اللي هو الناتج ان انت بتعمل ري انفستمنت في الكوبن بتاعتك. بعد كده التالت سورس من ريتيرن هيخش لك كابيتال جين او لوس لو رحت بعت البوند قبل الماتيوريتي اللي هو الفرق ما بين سعر الشراء وسعر البيع، ولو شلتها لحد الماتيوريتي هيخش لك قيمه البار فاليو. فتقدر تقول ان في حاجتين ثابتين الكوبن والري انفستمنت، بس يا اما بتحقق منها كابيتال جين او لوس ده في حاله البيع اللي هو التريدنج، بس في حاله ال HTM اللي هو الهيلث ماتيريتي ان انت هتشيلها لحد الماتيريتي ديت، فالمفروض هيخش لك منها البار فاليو بتاع البوند اللي هي القيمه الاسميه. وهنا في ال 3 بوينتس دول بيكلمك المفروض على ال 3 سورس اوف ريتيرن. هنا بقى بدا يكلمك على كونسبت الري انفستمنت نفسه. قبل ما نبتدي بس هنا نتكلم على كونسبت الري انفستمنت، ركز معايا في اللي هقوله ده. من اول البيج دي وفي الريدنج دي كلها لازم تفرق ما بين حاجه اسمها الريالايزد ييلد وحاجه اسمها الييلد تو ماتيوريتي. ايه الريالايزد ييلد وايه الييلد تو ماتيوريتي؟ انا امير مثلا رحت اشتريت سند من شركه طلعت مصطفى في الاصدار في الايشونس، السند ده عمره 5 سنين. سالت الشركه قلت لها لو رحت اشتريت السند ده النهارده وشلت لمده 5 سنين لحد الماتيوريتي ات ماتيوريتي المفروض يبقى معايا كام؟ تقول لي والله ات ماتيوريتي المفروض يبقى معاك ييلد تو ماتيوريتي عائد هتكسبه لو شلت السند ده لحد الماتيوريتي 10%. بس تحقق ال 10% دي بقى ولا لا؟ الله اعلم. يبقى الواي تي ام ده بيتحسب في الايشونس. ايه بقى الريالايزد ييلد اللي احنا بنسميه بحاجه اسمها الهولدنج بيريد ريتيرن اللي هو الريالايزد ييلد بتاعك؟ ده ان انت لما بتوصل للماتيوريتي في نهايه السنه الخامسه بتبتدي تطلع الفلوس اللي في جيبك وتشوف بقى بجد بجد السند ده كسبك كام في المية. هل هو كسبك ال 10% زي ما انت كنت حاسبها، ولا كسبك ال 8%، ولا كسبك ال 12؟ ايه ده؟ ده اتضح ان الريالايز ييلد ممكن يبقى قد ال واي تي ام، او ممكن يبقى اكبر منه، او ممكن يبقى اقل منه. طب ايه هو العامل بقى اللي بيتحكم في الريالايز ييلد ويخليه اكبر او اقل او قد ال واي تي ام؟ فاكتور اسمه الري انفستمنت ريت، الريت اللي بعمل بيه ري انفستمنت للكوبن بتاعتي كل سنه. فال 11 سلايد دول اللي احنا هنشرحهم هنلاقي ان لو الري انفستمنت ريت بتاعك اكبر من الواي تي ام هتلاقي الريالايز ييلد بتاعك اكبر من الواي تي ام، ولو الري انفستمنت ريت بتاعك اقل من الواي تي ام هتلاقي الريالايز ييلد بتاعك اقل من الواي تي ام، ولو الري انفستمنت ريت قد الواي تي ام هتلاقي الريالايز ييلد قد الواي تي ام. يبقى اذا تقدر تقول ان اللي بيلعب او بيبلاي ذا مين رول في البوند ريتيرن بتاعك هو الري انفستمنت ريت، الريت اللي بعمل بيه اعاده استثمار للكوبونات السنويه بتاعتي كل سنه. قبل ما نبتدي البيج دي هديك مثال مبسط كده. لو انت رحت ربطت شهاده في البنك الاهلي اللي هي بتدي 20% مثلا، وربطت ال 20% دي لمده سنه، جه البنك الاهلي صحي الصبح قال لك انا نزلت شهادات جديده بتدي سعر فايده 23%. فانت فكرت بدل ما اكسر الشهاده بتاعتي القديمه اللي هي بتدي 20، قلت لا انا هاخد الكوبونات او الانترست اللي باخدها من 20%
واروح استثمرها في الشهادات اللي بتدي 23%. معنى كده ان انت عملت ري انفستمنت في الكوبن بتاعك كل سنه على ريت اكبر من 20%، على ري انفستمنت ريت عالي 23. فكمان سنه مش هتلاقي نفسك كسبان ال 20، هتلاقي نفسك كسبان اكتر من 20. ليه؟ لان انت خدت ال 20% وعملت لها ري انفستمنت على ال 23%، فهتلاقي الريلايز ييلد بتاعك بيزيد. يبقى الريلايز ديل بيتاثر بحاجه اسمها الري انفستمنت ريت. هنا بقى اداك اكزامبل كده، مديك اكزامبل بيقول لك كونسيدر ان انت عندك بوند عمرها 3 سنين بتوزع 6% انيوال كوبن والواي تي ام ب 7%. زي ما اتعلمنا بقى في الريدنج اللي فاتت، قدام الكوبن ريت اقل من الماركت ريت او الواي تي ام، يبقى معنى كده ان الشركه دي بتعوض الانفستر بواي تي ام عالي. معنى كده ان الكريدت ريسك في الشركه عالي، فتلاقي البرايس بيقل. معنى كده ان السند ده هيتباع بالديسكاونت. فبالتالي لما جيت فعلا حسبت سعر الشراء بتاع السند، لقيتك نفسه هتشتريه ب 973.60. طيب يبقى اول حاجه انت هنا غرضك في الاكزامبل ده انك تحسب ريلايز ييلد، واروح اقارن الريلايز ييلد بتاعي بالواي تي ام اللي كنت شاري بيه، واشوف يا ترى الريلايز ييلد اكبر ولا اقل ولا قده. اول اسامبشن عندك في اكزامبل نمبر 1، في اسامبشن نمبر 1 في تشوزر، هتلاقي بيقول لك ان لو الري انفستمنت ريت بتاعك قد الواي تي ام، هتلاقي الريلايز ييلد بتاعك قد الواي تي ام. فانا هنا بنفترض ان احنا بنعمل ري انفستمنت للكوبن بتاعنا كل سنه على ريت 7%. فاللي عايز يثبته لك ان انت ات ماتيوريتي هتلاقي نفسك محقق ال 7% برضه. فانت هنا اشتريت البوند دي المفروض ب 973. فلما رحت اشتريتها المفروض ب 973 اللي هو سعر الشراء. تاني حاجه علشان احسب ريلايز ييلد، عايز تحسب ري انفستمنت انكم. الري انفستمنت هو دايما بيتعمل على الكوبن، فبالتالي انت لو عايز تحسبها على الفاينانشال كالكوليتر، فانت هتدخل البيمنت عندك ب 60 اللي هو الكوبون، والكوبون ده انت المفروض تاخده لمده 3 سنين لان انت شايلها لحد الماتيوريتي، فهتدخل ال N ب 3. بعد كده هتدخل الري انفستمنت ريت بتاعك اللي هو ال 7%. فهتيجي تقول لي لو خدت ال 60 جنيه عملت لها اعاده استثمار لمده 3 سنين على ريت 7%، ففي النهايه كمان 3 سنين هيبقى معايا 192.89. خلي بالك ال 192 ده منهم الكوبون ومنهم الري انفستمنت انكم. يبقى انا كده حسبت اول حاجه سعر الشراء، تاني حاجه حسبت الري انفستمنت انكم، ومش محتاج احسب سعر بيع لان البوند دي شايله لحد الماتيوريتي، فبالتالي في الماتيوريتي انا المفروض واخد قيمه البار فاليو اللي هو ال 1000. فلما تيجي تحسب الريلايز ييلد بتاعك، فالمفروض هتلاقي الريلايز ييلد فعلا طلع عندك ب 7%. يبقى انت هنا كسبت ريلايز ييلد قد الواي تي ام. ليه؟ لان انا هنا في البيج او سلايدز اللي قبليها انا عملت ري انفستمنت على ريت قد الواي تي ام، وده اللي عايز يفهمه لك. لو انت بقى عايز تحل اكزامبل جديد من اول هنا كده ونشوف اكزامبل تاني، لو انت عايز تشوف ان لو البوند دي بتوزع عليك كوبن 6% والواي تي ام اللي كنت شاري بيه 4، معنى كده ان الشركه دي بتوزع واي تي ام قليل. فإذا الشركة دي بتوزع واي تي ام قليل، يبقى الكريدت ريسك جوه الشركة قليل، فالسند ده هتروح تشتريه بالبريميوم. يبقى أنت كده حسبت سعر الشراء، وسعر الشراء المفروض ب 1055. تاني حاجة محتاج تحسبها الري انفستمنت انكم. أنت هنا الري انفستمنت المفروض معمول على الواي تي ام، فخدت ال 60 جنيه برضو بتاعتك لمدة 3 سنين، وعملت لهم ري انفستمنت على الواي تي ام اللي هو ب 4%، فدخلت البيمنت ب 60. الري انفستمنت ريت المفروض 4% والان ب 3، فطلع لك الكوبن بلس ري انفستمنت ب 187. مش محتاج برضو اروح احسب السيلينج برايس لان انا في الماتيريتي هاخد قيمه ال 1000 بتاعتي. فحسبت هولدنج بيريد ليا، لقيت نفسي ان انا كسبان برضو 4%. يبقى انت وات ايفر شاري البوند ات بريميوم، شاريها ات ديسكاونت، ادام الري انفستمنت تريد بتاعك قد الواي تي ام، فهتلاقي الريلايز ييلد بتاعك قد الواي تي ام، وده اللي عايز اشرحه لك. فالهولدنج بيريد بتاعك هو ده الريلايز ييلد. وده بقيت اسامبشن نمبر 1، فبيقول لك ان انت فعلا لو اشتريتها ببريميوم او وات ايفر ديسكاونت، فهتلاقي الريلايز ييلد قد الواي تي ام. تاني اسامبشن بقى
تاني assumption بيقول لك لو الري انفستمنت ريت بتاعك قد ال واي تي ام هتلاقي الريلايز ييلد قد ال واي تي ام. تقولي طب ما هو ده assumption number one. اه بس assumption number one بتاعنا في السلايد اللي قبليها كان بيأسيوم ان انت البوند دي اتش تي ام هتشيلها لحد الماتيريتي، اما هنا انت هتنزل تعمل عليها تريدنج، يعني السند ده عمره 3 سنين بس انت شلته لمده سنتين وهتنزل تبيعه. فلو عملته بنفس الاسامبشن شاري السند الكوبن ب6 والواي تي ام ب7 يبقى ستيل السند ده هروح اشتريه الديسكاونت، هشتريه ب973. بس انا هنا مش هاخد قيمه البار، فهنا لان انا مش هشيلها لحد الماتيريتي فانا هنا محتاج احسب سعر بيع. حسبت سعر البيع حسبتها ب990. خلي بالك كنت بتحسب سعر البيع انت بتحسب بتدخل الاند بالريميننج ماتيريتي، بتشوف هو بايع على عمرها كام سنه. فلو السند ده فعلا عمره 3 سنين وانا شلت لمده سنتين وبعته يبقى اللي باقي من عمره سنه. يبقى انا هنا حسبت سعر الشراء وهنا حسبت سعر البيع. هنا بقى هحسب الري انفستمنت، بس الري انفستمنت هنا ما اتعملش لمده 3 سنين لان انا شايل البوند دي لمده سنتين بس. فانا عملت ري انفستمنت هنا لمده سنتين والكوبن عندي ب60 ولسه ستيل بري انفست على 7% اللي هو نفس الواي تي ام، فبالتالي طلعت الري انفستمنت انكم بتاعي ب124. لما تيجي تحسب بقى الريلايز ديل بتاعك هتلاقي برضو الريلايز ديل بتاعك قد الواي تي ام ساعه الشراء. ليه؟ لان الري انفستمنت ريت اللي انت عملت بيه ري انفستمنت للكوبون هو قد الواي تي ام بتاعك. يبقى علشان تلخص على نفسك ان assumption number 1 و assumption number 2 هو واحد، لو الري انفستمنت ريت قد الواي تي ام هتلاقي الريلايز ديل بتاعك قد الواي تي ام، واتفر بقى انت شلتها لحد الماتيريتي او واتفر انت عملت عليها تريد. طب هنا بس انا عايز بقى اقول لك كونسبت مهم قوي في حته الكابيتال جين والكابيتال لوس. بما ان انت في اسامبشن نمبر 2 بيقول لك ان انت هتشيل البوند دي وتعمل عليها المفروض تريدنج، يعني مش هتشيلها واي تي ام، مش هتشيلها لحد الماتيوريتي، انت هتشيلها لمده سنه وتنزل تبيعها في الماركت. فبالتالي بيقول لك ان الكابيتال جين واللوس ده بيحصل لو الواي تي ام اتحرك. يعني ايه؟ يعني لو الواي تي ام زاد سعر البوند هيقل، انت هتبيع هتحقق كابيتال لوس، ولو الواي تي ام قل سعر البوند هيزيد، لو بعت هتحقق كابيتال جين. بس لو شاري بوند الديسكاونت بديسكاونت يعني ب 970 وشلتها لحد الماتيريتي وفي الماتيريتي خدت ال 1000، الفرق ما بين ال 990 اللي هو البيرشيس برايس بتاعك والبار فاليو ده ما يعتبرش كابيتال جين، ده يعتبر امورتايزيشن، وده التطور الطبيعي للسند. ان احنا في الريدنج اللي فاتت كنا بنقول كونسبت ان ذا بوند ابروتش ذا ماتيوريتي ذا بوند برايس ويل بول توورد ذا بار فاليو. طول ما البوند بتقرب للماتيوريتي طول ما بتلاقي سعر البوند بيتشد لقيمه البار. فبالتالي اللي انت لو شاري بوند ات ديسكاونت كل سنه بتفضل تزيد لحد ما تقفل بالبار، شاري بوند ات بريميوم كل سنه بتفضل تقل لحد ما تقفل بالبار. ده اسمه امورتايزيشن بس مش كابيتال جين او لوس. امتى اقدر اسميه كابيتال جين او كابيتال لوس؟ لو الواي تي ام ساعتها اتحقق. تالت اسامبشن بقى ده مهم جدا. تالت اسامبشن ده اللي انا قلت لك عليه في المثال بتاع البنك الاهلي، ان انا لو شاري شهاده بتدي 20% والبنك الاهلي على ريت الشهادات وخلاها 23%، فبالتالي انا بري انفست فلوسي على سعر فايده اعلى. يبقى هنا الاسامبشن تقدر تقول ان لو الكوبن ريت بتاعك اكبر، لو الري انفستمنت ريت بتاعك سوري اكبر من الواي تي ام، هتلاقي الريلايز ييلد بتاعك اعلى من الواي تي ام. فبيقول لك هنا تخيل انت رحت اشتريت بوند عمرها المفروض 3 سنين بتدي كوبن 6% والواي تي ام ب6، يبقى الكوبن قد الواي تي ام فالسند ده اشتريته بالبار. وقال لك ان انت هتشيل البوند دي لحد الماتيوريتي ديت، احسب الريلايز ييلد. مش محتاج احسب بيرشيس برايس، هو كده كده سعر الشراء ب 1000 لان الكوبن هو هو الواي تي ام. هحسب على طول ري انفستمنت. الري انفستمنت هنا ب 60 جنيه، وهنا 60 جنيه، يعني خدت 60 جنيه لمده 3 سنين. بس قال لك هنا في الجيفن خلي بالك السند اللي انت كنت شاريه بواي تي ام 6% بعد مرور شهر واحد مثلا من عمر السند ده لقيت الواي تي ام بتاعه زاد من 6 ل 7%. معنى كده ان الكريدت ريسك جوه الشركه زاد، فالشركه عوضت الانفستر بواي تي ام عالي. بس انت هنا بقى هتروح تري انفست الكوبن بتاعك مش على الست، هتروح تري انفست على الكام؟ على 7%.
فانت هنا عملت ري انفستمنت على ريت اعلى من الواي تي ام، فطلع الري انفستمنت انكم بتاعك ب 192. لما تيجي تحسب ريلايز زيد مش هتلاقيه 6 بقى، لما تيجي تحسب ريلايز زيد هتلاقيه ب 6.06. الله، ليه؟ لان انا هنا عملت ري انفستمنت على ريت اعلى من الواي تي ام. الواي تي ام اللي كنت شاري بيه 6 بس انا عملت ري انفستمنت على 7، فبالتالي الريلايز زيد بتاعي ايه؟ زاد. بس تقدر تقول اللي علال الريلايز زيد هنا فاكتور واحد بس، هو الري انفستمنت انكم، لان السند ده انا اوريدي شاريه بال1000 وحصل له ريدمشن بال1000، خدت البور في النهايه. اذر كيس بقى، لو كنت شاري السند ده بواي تي ام 6 والواي تي ام قل بقى ب 5%، فبالتالي انا هبتدي اعمل ري انفستمنت للكوبن بتاعي على ماركت ريت قليل. فلما تعمل ري انفستمنت للكوبن بتاعك على ماركت ريت قليل او ري انفستمنت ريت قليل، فهتلاقي الري انفستمنت انكم بتاعك قل. فبالتالي لما تيجي تحسب ريلايز ييلد هتلاقي الريلايز ييلد بتاعك اقل من الواي تي ام. ليه؟ لان انا عملت ري انفستمنت على الماركت ريت القليل. زي بالظبط كده، رحت مثلا ربطت شهاده ب 20%، حصل ان البنك الاهلي قلل سعر الفايده على الشهادات، فلما جيت عملت ري انفستمنت عملت ري انفستمنت على ريت الشهادات الجديده اللي هي مثلا ال 18، يبقى انت ال 20% الريع او الانترست اللي طالع منها بتعمل لها اعاده استثمار على سعر فايده اقل، فبالتالي لقيت ان الريلايز ييلد بتاعك اقل. يبقى ثالث كونسبت بيقول لك ان انت لو هتشتري بوند وتشيلها لحد الماتيوريتي ركز على الري انفستمنت ريت، شوف انت بتعمل ري انفستمنت للكوبن بتاعك على ريت عالي ال 7% ولا ريت قليل، وكل ده المفروض بيأثر على الريلايز ييلد بتاعك. assumption number 4 و 5 بقى احب اشرحه لك كده، بس ركز معايا في الكلام اللي هقوله. assumption number 4 assumption غريب قوي، بيقول لك لو reinvestment rate بتاعك اكبر من ال YTM ممكن تلاقي الريلايز ييلد بتاعك اقل من ال YTM. تقول ايه ده؟ يعني ايه؟ يعني انا بري انفست الكوبن بتاعي على ريت اعلى من ال YTM اللي كنت شاري بيه وبرضه هلاقي الريلايز ييلد اقل من الواي تي ام؟ هو المفروض مش كان اكتر في اسامبشن 1 و 2 و 3؟ قال لك اه، بس اسامبشن نمبر 4 ده بيفترض بقى انك شاري البوند دي فور شورت تيرم، فانت نازل تعمل على البوند دي تريدنج، نازل تضارب عليها. فاجي اقول لك ان الواي تي ام هنا زاد، اه بس لما الواي تي ام زاد سعر البوند ايه؟ قل. انت اصلا مش هتعمل ري انفستمنت لان انت شايلها في الشورت تيرم، سند عمره 3 سنين، شلت لمده سنه وبعته في الماركت، فبالتالي ما لحقتش استفيد بعلايات سعر الفايده في الماركت. فاللي خلاني احقق ريلايز زيد اقل ان لما الواي تي ام زاد سعر البوند قل وانا نزلت بعت، فحققت حاجه اسمها كابيتال لوس. فالكابيتال لوس ده هو اللي خلاني الريلايز زيد بتاعي يقل. يبقى اسامبشن نمبر 4 هو بيتكلم ان انت هتحقق من البوند دي كابيتال لوس لو الواي تي ام زاد، وهتحقق منها كابيتال جين لو الواي تي ام قل، لان لما الواي تي ام يقل البرايس هيزيد وانت شايلها شورت تيرم، هتبيع هتكسب هتحقق كابيتال جين. فهنا بيقول لك لو السند ده عمره 3 سنين وانت شاريه كوبون 6 والواي تي ام ساعه الشراء كان ب 6 لحد دلوقتي بار، قال لك اسيومي ان الواي تي ام زاد ل 7% قبل توزيع اول كوبون، بس البوند دي هيلد فور 1 يير، يعني انت شلتها لمده سنه شايلها شورت تيرم، سعر الشراء مش محتاج احسبه، انا برضو رحت اشتريتها بالبار. لما جيت عملت ري انفستمنت مفيش ري انفستمنت للاسف. ليه؟ لان انا هاخد كوبن واحد وهنزل ابيع السند ده في الماركت، مش هيبقى معايا. انت لما بتعمل ري انفستمنت بتعمل ري انفستمنت في نفس السند، فانت البوند دي دخلت منك او دخلت لك الكوبن بس اللي هو ال 60. انا بقى شايلها لمده سنه وبعتها، فمحتاج احسب سيلينج برايس، فهدخل الان بالريميننج ماتيوريتي لان سند عمره 3 سنين شلت لمده سنه بعته اللي فاضل من عمره سنتين. الواي تي ام زاد بقى دخلته ب 7% والفيتشر فاليو البار ب 1000 والكوبن عندي ب 60. لما جيت حسبت سعر البيع لقيت سعر البوند قل من 1000 ل 981، فالبيعه دي خلتني احقق حاجه اسمها كابيتال لوس. الكابيتال لوس ده بقى خلاني احقق الريلايز ييلد اقل ب 4.19. بس انت ليه هنا الريلايز ييلد بتاعك قل قوي كده؟ مش بسبب ري انفستمنت،
لان اصلا انا شايلها شورت تيرم، ولو شايلها شورت تيرم انسى الري انفستمنت وركز على الكابيتال جين والكابيتال لوس. واللي بيحرك الجين واللوس اللي انت هتحققها في حاله البيع هو الواي تي ام زاد ولا الواي تي ام قل. فعشان كده بيقول لك اور فورث ريزلت هو ان البوند دي هولد فور ا شورت بيريد اف ذا واي تي ام انكريز افتر بيرشيس انفستر وال earn rate of return اقل من الواي تي ام. وفي حاله بقى ان الواي تي ام ديكريز فهتلاقي البرايس بيزيد، فهتلاقي نفسك محقق من البوند دي حاجه اسمها كابيتال جين، فهتلاقي نفسك كسبان من السند ده. assumption number 5 مش محتاج ان انت تقراه، هو assumption number 3، بس البوند دي بقى انت شلتها المفروض فور لونج تيرم. بس هنا بيديك اكزامبل تقدر تقول نمبر 2 لأسامشن نمبر 4، بيديك نفس الجيفنز بس بيقول لك تخيل ان الواي تي ام عندك قل. لو الواي تي ام عندك قل وانت هتنزل تبيع هتلاقي سعر البوند زاد، فهتبيع هنا بكابيتال جين، فاكنك بتقول لي انا شاري حاجه ب 1000 بعتها ب 1018. ليه كابيتال جين؟ لان الواي تي ام عندي قل، فبالتالي هتلاقي الريلايز يل بتاعك زاد ل 7.86 مع ان انت كنت شاريه بواي تي ام 6%. فهنا انت حققت ريلايز يلد اعلى لان الواي تي ام قل، فبالتالي حققت منها كابيتال جين. ركز معايا بقى في سلايد نمبر 11، ودي اخر حاجه في حلقتنا النهارده بس ركز معايا فيها. هو بيقول لك تقدر تقول اي بوند هولدر، اي مستثمر لما بيروح يستثمر فلوسه في سندات المفروض ان هو بيواجه نوعين من الريسك. اول نوع من انواع الريسك اسمه الانترست ريت ريسك، والتاني نوع من انواع الريسك اسمه الري انفستمنت ريسك. اللي بيواجه انترست ريت ريسك هو اللي هيشتري البوند ويشيلها فور شورت تيرم، فلو الواي تي ام عندك زاد البرايس بتاعك هيقل، فبالتالي هتحقق حاجه اسمها كابيتال لوس. الكابيتال لوس ده هيخلي لك الريلايز يل بتاعك اقل من الواي تي ام. تاني اسامبشن جوه الانترست ريت ريسك ان الواي تي ام عندك بقى يقل، لو الواي تي ام قل البرايس هيزيد، فلو بعت هتحقق حاجه اسمها كابيتال جين، فبالتالي لو حققت من البوند دي كابيتال جين فهتلاقي الريلايز يل بتاعك بيزيد. يبقى تقدر تقول ان في الانترست ريت ريسك اللي بيشيل البوند للشورت تيرم هو بيفوكس على الكابيتال جين وبيفوكس على الكابيتال لوس. اما الري انفستمنت ريسك بقى هو اللي راح يشتري البوند ويشيلها فور شورت تيرم، فلو الواي تي ام عندك زاد فبالتالي هتعمل اعاده استثمار للكوبونات بتاعتك على ريت عالي، فهتلاقي الري انفستمنت انكم بتاعك بيزيد، فبالتالي الريلايز يلد بتاعك هيعلى. بس تاني اسامبشن في الري انفستمنت ريسك لو الواي تي ام بتاعك قل، فبالتالي هتلاقي الري انفستمنت انكم بتاعك بيقل، وبالتالي هتلاقي الريلايز يلد بتاعك بيديكريز. يبقى اذا لو هتشيل البوند فور شورت تيرم انت بتواجه انترست ريت ريسك او ماركت برايس ريسك، فبتبقى خايف ان يحصل جين او لوس لان انت شايلها لمده سنه سنتين وهتبيعها. اما الري انفستمنت ريسك انت كده كده شايلها لحد الماتيوريتي، شايلها لونج تيرم، فانت مش فارقه معاك الكابيتال جين والكابيتال لوس، انت فارقه معاك اكتر الري انفستمنت. يا ترى هعمل ري انفستمنت للكوبن بتاعي على ماركت ريت عالي ولا ماركت ريت قليل؟ فعشان كده بيقول لك تحت هنا فور لونجر هولدنج بيريد هتواجه ري انفستمنت ريسك اكبر من الماركت برايس ريسك، وفور شورتر هولدنج بيريد هتواجه ماركت برايس ريسك اعلى بكتير من الري انفستمنت ريسك. وعلى فكره سلايد نمبر 11 السلايدز دي فيري امبورتنت ان انت تعرفها علشان تلخص الفايف اسامبشن اللي احنا قلناها. وبكده يبقى خلصنا اول بارت في ريدنج المفروض 55، وهنكمل ان شاء الله بالريدنجز اللي جايه.